التوقيت الافضل تحت اقدام ايضا شاهين لمحمد بن عبيد بالعرطي الحميري دقيقه واثنين واربعين ثانيه بسم الله وعلى بركه الله. ايضا تعلن انطلاقه الشوط الخامس بمجموع هذه الاشواط والمخصص للابكار نصير مع الشاهينيه الابكار الصعوبه خلفان بن سعيد بن علان المهير مع الشاهينيه المركز الثاني وصول ايضا من المركز المركز الثاني والتدخل من الشاهينيه محمد بن صالح بن بدوه الدرمكي بينما المركز الثالث الوصول والتقدم من الغربيه الاعلامي مشعل بن سالم الشمري والمركز الرابع شوف القادم الوصول والتغيير ايضا هنالك من الجانب الاخر الوصول من الغربيه وصلت هنا وصلت اعلان الاعلامي مشعل بن سالم الشمري قادم بالمركز الرابع ولكن خلاص اعود الى البدايه اعود الى المركز الاول اعود الى مقدمه هذا الشوط مع الشاهينيه محمد بن صالح بن بدوه الدرمكي من ينطلق مع مقدمه هذا الشوط باحثا عن النقطه الثانيه وما بهذا المسار روحت يا سلام يا شاهينية يا سلام لمحمد بن صالح بن بدوة الدرمكي مشكور ابو حمد بشار بن حمد ايضا من يتابع ايضا الشاهينية تهانينا والناموس لمحمد بن صالح بن بدوة الدرمكي وتفوف الانجاز تفوف النقطة الثانية بهذا الصباح تهانينا والناموس لحظات وصول الى خط النهاية معنى الفوز والانتصار المركز الثاني وصلت الشاهينية حمد بالصغير بدكوك المحرمي ثالثا اعلان الاعلامي مشعل بن سالم الشمري والمركز الرابع الشاهينية مع المركز الرابع خلفان بن سعيد بن عيلان كذا متابعين الاعزاء توقيت الزمن دقيقة وسبعة واربعين ثانية وخمسين جزءا من الثانية تسجل معنا بهذا الشوط الشاهينية محمد بن صالح